في صربيا يسجل اليوم 15 من فبراير شباط بيوم العيد الوطني، وفي نفس اليوم تسجل الكنيسة الأرثوذكسية الصربية عيد التلقي. يحتفل بعيد صربيا الوطني كيوم ذكرى على إقامة الانتفاضة الصربية الأولى في وراشتس وإصدار الدستور الأول لإمارة صربيا وتأكيده بالقسم عام 1835 في مدينة كراغويفتس. واتفق الصرب في يوم عيد التلاقي الكنيسي عام 1804 على إقامة الانتفاضة ضد حكم الأتراك الذي استمر قرون. وقام الصرب من ذلك الزمن بإعداد الانتفاضة الصربية الأولى في اجتماعات سرية بعيدا عن أعين الأتراك. وكقائد للانتفاضة اختاروا جورجي بيتروفيتش المعروف باسم كارا جورجي، أي جورجيا الأسود حسب ما سماه الأتراك. وكان كارا جورجي تاجرا ومحاربا كبيرا ضد الأتراك، وشارك في الحرب النمساوية التركية من 1788 حتى 1791 إلى جانب النمسا، وتوحد المتمردون الذين هاجموا الأتراك من الغابات، وأقاموا في مكان أوراشتس البلدة التي تبعد 70 كيلومترا عن بلغراد تمثالا كعلامة ذكرى على هذا الحدث المهم من التاريخ الصربي. وبمناسبة العيد تقام في هذا المكان أكاديميات ولقاءات أدبية، وكذلك توضع أكاليل من الزهور على المقبرة، كما أنه يحتفل بيوم عيد إصدار دستور إمارة صربيا المسمى بدستور التلاقي في مدينة كراغيوفس عام 1835. وكان الأمير ميلوش أوبرينوفيتش قد قال ذلك اليوم في خطابه بمناسبة تبني الدستور: إن حق الشعب الواسع الذي سيتمتع به كل صربي قد تم توضيحه على نطاق واسع وبالطريقة التي تحددها الإنسانية، وستجدون فيه أن شخصية كل صربي حرة وأن كل صربي سيد ملكه. وكان دستور التلاقي قد تماشى تماما مع دستور البلدان الأوروبية الأكثر تطورا، وشمل 142 مادة، وسن تقسيم السلطة إلى السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية. وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الصربية بعيد التلاقي كحدث من حياة عيسى المسيح، عندما بلغ عيسى 40 يوما من عمره اقتاداه أمه ويوسف إلى معبد القدس للقيام بطقوس محددة، وكان في المعبد عجوز مؤمن سيميون الذي وعده الله أنه لن يموت حتى يرى عيسى المسيح. باركه العجوز وحمد الله لأنه مكنه من رؤية المنقذ قبل وفاته. ويمثل عيد التلاقي تذكيرا بأن الوقت ملائم للقاء الإنسان مع الله، كما التقى سيميون العجوز بقلب نظيف مع عيسى المسيح. هكذا يمكن للجميع فقط إذا أرادوا لقاءهم مع الله، ويحدث هذا اللقاء في قلب الإنسان عندما يشعر بحبه نحو الله والحب نحو الناس، وهذا ما يمثل جوهر الاحتفال بعيد التلاقي. ويقال عند الشعب أنه في هذا اليوم يلتقي فصل الصيف والشتاء. ومن المثير للاهتمام أن الدببة تخرج من كهوفها لتنظر إلى الشمس، فإذا شاهدت ظلها ترجع إلى أماكنها وتنام، لأن الشتاء سيكون طويلا، وإذا لم ترى ظلها تذهب إلى الغابات للبحث عن غذائها.